طبعا يا شباب حدا يعمل طيبة حدا يعمل ولادي يا دكتور يلا لا تخافوا يا أولاد لا تخافوا تعالوا معي يلا بسرعة لا توقفوا أبدا يا شباب بسرعة يلا جيبوا مي كمان جيبوا مي بسرعة خير شيخي شوفي شو صاير هذا الحقير زيدان حرق لنا يا راسينا يا ربي ساعدنا رأى ابني زينب شو صار لك زينب 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 أمي زينب الله ردي علي زينب بنتي زينب لك يلا جيبوا مي بسرعة بعد يعني هيك شو عم تعمل لك يا ابني قولي زينب قولي يلا بسرعه لك ارجع ارجع شو يا زلمه ارجع ارجع يا اولاد لا تخافوا لا تخافوا خليكم هون الله يا شباب بسرعة شوي بسرعة بسرعة يا حميد يا ربي انت من شوفي انا خايفة يحكوا الاولاد لا تخافوا صوت الغالي يلا بسرعة يلا بسرعة لا تخافوا انتم يلا بسرعة يلا حطك هذه هاتوا الاولاد يلا اطلع يلا تعي انت كمان يلا عجلوا بقى يلا يا شباب يلا حاضرين امرك شدوا الهمه يا حبيبه قلبي لك يا خديجة تعي بقى يلا ابني نوم تعي يلا 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 تعال علي تعب بسرعة أختي ما فيني أتركها يلا علي ركود ركود لك يلا 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 جدا يلا بابا زينب يلا في زينب زينب أمي يلا زينب أمي معي تعي زينب يلا يلا أول يلا زينب يلا بسرعة تعي بنتي بعدوا يا جماعة حبيبي بعدوا عنا خلينا نتنفس شوي بنتي وينه الدكتور؟ ارتاحي يا بنتي ارتاحي دكتور صار له شي؟ يلا استعجلوا يلا خلصونا بسرعة يا شباب يلا يلا تحركوا خلونا نمشي من هون يلا يلا بسرعة يا عمري انتو الله يحميكم الله يخلي لي اياكم
بدك لسه الدكتور جوا يمكن ما يموت. افتح تمك بالخير يا مختار. ايه ليش انا شو حكيت؟ قصدي طلعته من جوا كثير صعبه. شو يعني كفرنا؟ ليك الدكتور ايشا. ها دكتور الله يحميك. ليك يا عمر ما بتعرف شو بدي اياه. الف الحمد لله على سلامتك. الله يعطيك العافيه. دكتور انت منين؟ طمني يا ابني كيفك؟ الحمد لله على سلامتك. صار لك شيء؟ لا خلي ولادي، انا مديون لك طول حياتي. شكرا لك يا دكتور. الله يعطيك العافيه. لك ايه بلا عواطف مهدريه، اتركونا السلامه، مو شايفينه تعبان؟ لا تعيط انت. البنت وضع صعب كثير، خلينا ناخذها على المستوصف.